فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي عامة في كل مسلم يمنع عن أداء الصلاة في مكان؟ أصلها في النبي صلى الله عليه وسلم، وتتناول كل من يمنع الناس من الصلاة، تناولهم معنى الآية. نعم.